قرب الميكرو عندك لا تنقل لك بدا. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من العاصمة الإسماعيلية مكناس. خليكم مع قصة ديال شاب اللي قصة غريبة وخطيرة في نفس الوقت. الشاب اللي كيتهم الأخ والأم ديالو أنهم حاولوا يقتلوه ويصفيوها له باش ياخدوا به الكنز، هو الآن كيعاني من شلل نصفي. نخليكم مع التفاصيل اللي حقيقة تفاصيل خطيرة اللي غير ويها لكم. خليكم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو المشكل ديالك؟ اختي المشكل ديالي هو انني في تقريبا في 2009 فاصلتك شوية. المشكل ديالي هو ان في 2009 بحكم انني كنت زريت عند واحد الام ديالي بواحد اليتيم، خلاني الاب ديالي وانا صغير في الكاش ديالها خلاني عنده، وعشت مع العائلة ديالها. ما عندي يعني ما عندي لا ناس لا العائلة ديالي هي العائلة دمو، ما عندي حتى شي عائلة. فانا هاد الدار هادي تقريبا اللي جيت دابا نتوما فيها، انا هنا فين خلاقيت وكنت خويتها. المهم هاد الناس هادو كانوا كيعرفوني وانا صغير انني الزهري، وبحكم انني ما كنبانش القرايه ديالي ما كنعرفش نسمعهم تيقولوا لي الزهري في الصغر، جمع يديك، عندك يدي واكل، لكن ما كنعرفش شنو هي الزهري. ولينا يديك قبل ما تكمل يدي هاي الزهري من يدي ومن عيني ومن الشعر ديالي ومن النفس ديالي ومن الدم ديالي. وهاد الام ديالي وهاد الاخ ديالي، حتى هاد الاخ ديالي كان مكمل القرايه ديالو تقريبا الباكالوريا، وتيعرف شنو كيعرف القران وعارف الصحه وعارف شنو، يعني كانوا كيعرفوا ولدهم شنو 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 في الدنيا مزيان، ميزو الله كيفاش ميزو الله. واش هاد السيد هذا كان مخلد مدى باش يوصل؟ شي ناس تلاقاوه في 2009 في المحطه ديال الكيران ديال سيدي سعيد هنايا، وقالوا له خوك الزهري. ما نعرفش واش وصلوا لشي ناس قالوا له تبعنا خوك ولا ما فهمتش. المهم حتى السيد هذا في الليله اللي قتلوا لي نفسي، والناس راه كيعرفوا كاملين شنو هو السحر الاسود وشو كيفاش يقتلوا النفس من الناس، يعني هزوا لي الدم ديالي خلاوني نضرب راسي بالخطط ديالهم. الخطط ديالهم شكون الخطط ديالهم؟ هاد الخطط ديال خويا، حيت هاد خويا هذا تقرقر امي وقال لها امي انا غادي نخلي خويا يقتل نفسه، فهمتي، غنخليوه يضرب راسه ونهزوا له الدم ديالو، حيت هاد القتل النفس ما تيتم الا بالدم ديال الشخص المعين، فهمتي ولاد. خلاوني نضرب راسي بكاس في 2009 هنا في هاد البلاصه هادي، هي باقي عندي الغراز ديالها هنايا، وهزوا لي الدم ديالي وداه الاخت ديالو هنا في المنصور. هاد الاخت هادوك الاخت ديالو في 2009 كانت عايشه عند واحد الناس في الدار ديال المنصور، عطينها دار في المنصور، ناس عايشين في فرنسا وعطينها دار تحضيها لهم. تقريبا تزوجات فيها وشي تقريبا شي 10 سنين وهي عايشه فيها. من 2009 نهار قتلوا لي نفسي ولات هاد السيده عندها دابا اكثر من ثلاثه الباطمات، ولادها كلهم في فرنسا. المهم اختي هاد الناس هادو في 2009 تلاقاو مع شي ناس في المحطه ديال الكيران، وتفاهموا معاهم انهم يبيعوا يشريوا فيا هاد الناس. تقرروا مع امي، امي تقرروا عليها قالوا لها حق ولدك ما تخافش.